السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدما موضوع اللوب، ممكن نستخدم أيضا الانوميريشن أو انوميريتينج مع اللوب. على سبيل المثال، لو احنا اجينا على كوبي وأيضا اجينا للأسفل عملنا بيست، خلينا نحفظ بهذا الفايل. طيب، هذا راح نعمله كومنت. ننزل للأسفل، في عندنا هذا الفايل موجود، أو ممكن تستخدم string عادي جدا. ممكن أنه أنت تجي تعمل لك مثلا I مثلا خلينا نقول num فارزة، يكون في الفايل. لكن هذا الفايل كيف تعمله؟ تستخدم الفانكشن اللي هو enumerate بهذا الشكل. I think حسب اللي اتوقع، اي تمام، enumerate، وتيجي تضع بيها من تضع بيها ال my file. تمام، بعد ذلك كل اللي تحتاج انه انت تعمل عملية print. لو عملنا run، لاحظي بظهر عندي محمد عيسى، بس لكن النام ايضا نسيت انه هاني اذكره في هذا المكان. تمام، راح يكون عندك النام والاي والى اخره. لو جيت هنا عملت run، الاحظ انه 0 محمد عيسى، 1 احمد عيسى، 2 اسامة عيسى. يعني بيفيدني الانوميريت انه اعمل indexing لهذه السطور او لهذه الحروف على سبيل المثال. مهم جدا عملية الاندكسينج في كثير من امور انت تحب انه تعملها بالترتيب، اولا ثانيا ثالثا رابعا، تحذف اول اثنين، تضيف اول اثنين. ممكن هذا تحولها ايضا الى ديكشنري، لا تنسى انه هذا كي راح يكون هذا الفاليو على سبيل المثال، صح؟ ف ممكن هذا النام بلس 1 خلينا نعملها. لو عملنا هنا run، لاحظ بيظهر لي بطريقة الـ human readable، الإنسان بيقرأ دائما من 1 2 3 وليس من 0، بمجرد أنه أنا أضيف رقم 1 في البداية. هذا الشيء أيضا ممكن تعاملها مع من؟ مع الـ string أيضا. يعني إذا إحنا إجينا على هذا وإجينا عملنا enumerate لي مثلا string محمد، إيسا، حميد، حميد على سبيل المثال، وجيت هنا أنا عملت له مثلا run، ألاحظ أنه هذا خلنا نعمل comment بهذه الصورة. نجي نعمل run، ألاحظ أنه يظهر لي 1 اللي هو M، ظهر لي بشكل غير متناسق بالمرة. لو نحذف هذا الاند، نجي نعمل هنا أنا run، يكون بهذا الشكل أفضل. 1 هو M، 2 هو U، 3 هو H، 4 هو A. لاحظ كيف قام بعملها، كيف قام بصياغتها بهذه الصورة. ممكن أيضا أنه لو أجي أعمل هذا على سبيل المثال بطريقة الكمبيوتر، الكمبيوتر يبدأ من الصفر، فممكن أتبع طريقة الكمبيوتر 0 مثلا، الخانة 0 تكون M، ال1 يكون U، الاثنين يكون H على سبيل المثال. بينفعني أيضا مع الداتابيز لما أقوم بإدخال القيم، أنه في الخانة الأولى تكون هذه القيمة والخانة الثانية تكون هذه القيمة. تمام، أيضا يفيدني بالترتيب على فكرة. يعني مثلا أنا أقدر أقول أنه لاحظ، ممكن أضع string وأقول مثلا على سبيل المثال كيف نعملها مثلا محمد عيسى. اذا قلنا انه الindex يكون بهذه الصيغه for value مثلا بهذه الصيغه، تمام، وهنا نجي نعمل dot format. الفورمات اجي اضع الارجيومنت اللي هو النم فارزة الاي، صح؟ دول الاثنين هما ارجيومنت. فلما اجي اعمل هنا أنا run، لاحظ كيف يظهر لي الاندكس 0 هو لقيمة m، الاندكس 1 هو لقيمة u، الاندكس 2 هو لقيمة h. لا تلاحظ هذا، هي هذا وهذا راح ياخذون الموضوع بالتعقب، انه هذا النم حيكون هنا وهذا الاي حيكون هنا. لو عكست الآية حيكون بالمقلوب، يعني انه هنا الآي وهنا النام على سبيل المثال، وجيت عملت هنا run، لاحظ ينعكس انه الام راح يكون المفتاح للقيمة صفر، اليو راح يكون مفتاح للقيمة واحد على سبيل المثال الاندكس. تمام، ممكن ايضا تعملها بهذا الشكل بهذا الاسلوب. اضف الى ذلك انه
ممكن تضع شرطية على سبيل المثال، أنه تقول مثلا قبل الطبع تقول if إذا كان مثلا ال i يساوي 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 من مثلا، يساوي يساوي عندك مثلا الحرف M capital، تمام؟ اطبع لنا اياه. طبعا هنا لازم نضع دوت، اوكي. هذا البرنت لازم يكون تحدد موقفه انه يكون من داخل الاف، صح؟ فبس اعمل سبيس، يعني اضغط على سبيس راح يعمل له مسافه، تمام؟ بهذا الشكل، فيكون في داخل الاف. لما نعمل run لاحظ لما ال i يكون m، عفوا لما ال i يكون يساوي m، خلاص اطبع لي اياها بهذه الفورمات، فيقول لك انه الاندكس m for value 0. هذا بنحتاجه وين؟ نحتاجه لما مثلا عندنا نريد نجمع انفورميشنز، مثلا في موضوع النيتوركينج على سبيل المثال. عندنا مثلا اذا ال IP كان يساوي هذا اجلب لي اياه، تمام؟ مثلا انا عامل برنامج مراقبة الشبكة وحبيت انه مثلا اعطيه IP معين، اذا هذا ال IP ظهر معناته انه هذا ال IP من شخص معين، او اريد ابحث عن شيء معين في هذا ال IP من الباكيتس او الارب او اي شيء كان، فممكن انه اتبع هذه الطريقة. اذا كانت يساوي هذا ال IP مثلا اجلب لي اياه من ال النيتورك. فالاندكس بيفيدك كثير، وهذا النوع من الباترن حقيقة يفيدك كثير في التعامل مع الداتابيز او في النيتورك وكثير من الاشياء. خلينا نشوف التايم هنا اذا يسمح، التايم 6 دقائق بيسمح. في عندنا موضوع اخر ممكن نتكلم عنه، اللي هو في حالة انه عندنا حالات اذا انت شفت الاي، تمام؟ ممكن هذا نعمله كومنت على سبيل المثال، ونجي نفسه نطبعه في الاسفل مثلا، ونقول له انه هنا اذا ال i كان يساوي m، فالمطلوب من عندك انه انت تعمل continue، تستمر، تمام؟ تهملها continue، تمام؟ وبعدين تطبع. فنجي هنا مثلا على سبيل المثال لما نعمل run نلاحظ اذا كان ال so this one ال هنا عندنا خلينا نقول فور اكزامبل هو الاندكس الاي هو مو اندكس، صح ولا لا؟ فاذا الاي يساوي الام كابيتال مفروض انه يعمل كونتينيو، صح؟ ويستمر بعمليه الطباعه. طيب ليش ما عمل كونتينيو برنت اي اند نم؟ لانه في البدايه، طيب لانه في البدايه اصلا لو جينا هذا عملناه مثلا ام سمول مفروض يطبع. نوب. اوكي ليش ليش ما طبع محمد عيسى اف؟ خلينا نمسح هذا، ممكن هذا بيعمل لنا مشكلة. اوكي طبعا هذا ممكن تضعه في المتغير، والمتغير تيجي تذكره هنا. اوكي ف الفاليو مثلا بهذه الصيغة، انت عندك فقط i، تمام؟ خليني نبسطها حتى نشوف اذا في مشكلة معينة. لا ما بيطبع. I think ال continue cut نضعها هنا هذه بهذه الصورة. نجي نعمل run لاحظ ظهر لي كل الفاليوز اللي موجودة ما عدا ال m، الام سمول. لاحظ الام سمول لم يظهر، عرفت كيف؟ فهنا لو اجينا رجعنا مثلا عمل كنترول زي، خلينا نشوف ما هو السبب. اوكي هو اف لازم مع البرنت، تمام؟ لو اجينا هنا عملنا الرن لاحظ بيطبع لي نفس النتيجه. اف الاي يساوي الام continue، احنا كنا واضعين البرنت داخل الاف فلهذا لا يظهر. هذا البرنت هو جزء من الفور وليس الاف. لاحظت المسافه كيف لها تاثير؟ يعني بمجرد ما اعمل انا سبيس اصبح الاف هو المسؤول عن البرنت، تمام؟ يعني هنا كان هو موجود، اصبح الاف هو مسؤول عن البرنت. فلما اعمل ران لا يطبع،
فالاف هو من جزء الفور. لما اضعها في مستوى الاف بمعنى انه البرنت هو من جزء الفور وليس من جزء الاف، لهذا بيطبع عندنا الفاليوز لكن لا يطبع عندنا الام سمول. لو رجعناها للام كابيتال وعملنا رن، لاحظ الام كابيتال غير موجوده، تمام؟ بس هنا عندنا اوكي، في عندنا سبيس، عفوا هذه سبيس، هذه الفراغات هي السبيس الفاليوز. اوكي لو رجعنا لها للام سمول، مفروض الان الام سمول يختفي. لاحظ هنا، هنا اول شيء هنا الام سمول موجود صح، فلما نعمل رن لاحظ الام سمول غير موجود، وفي حميد ايضا الام سمول غير موجود، تمام؟ لو عملنا الام كابيتال راح يحذف الام، بمعنى انه في حاله انه انت اذا شفت هذا الحرف استمر بالطباعه، لا تهتم بيها، اعبرها، كل ما تشوف هذا الحرف اعبره على حرف اخر، تمام؟ فلن يطبع هذا الحرف. في عندك الاخر اللي هو بريك. البريك لاحظ كيف يكون تاثيره، لما نعمل run this one break بيوقف. لو اجيت هذا عملته مثلا m small وعملته هنا run loop، راح يظهر لي m capital u capital h capital a capital بعدها m small بيوقف. البريك يوقف لما يوصل للحرف يوقفها، او لما يوصل للشيء المعين اللي انت تريده بيتوقف، تمام؟ لو جينا هنا عملنا مثلا فارزة اند يساوي فراغ، وجينا عملنا هنا رن، لاحظ بيطبع لك اياه بهذه السرعة، تمام؟ لن يعمل لاين جديد، تمام؟ ممكن ايضا تستخدمه بهذه الطريقة. هذه خلينا نقول الفكرة من استخدام البريك، الكنتينيو، الانيوميريت في داخل اللوبس، ممكن انه انت تستخدمه بهذه الطريقة. فأيضا ممكن انه تستخدم الوايل في داخلها. لو اجيت لا خلونا نعملها بدرس اخر، خلونا نقول